اثنين ثلاثة أربعة واحد. I heard you did this amazing dance last night. أربعة. You have to show me. Okay, I will. هو ده اللي بيدربكم كلكم؟ أيوة، بس كل واحد فينا عنده التوتش ستايل بتاعه. ماريا، البرد مش مدلع. ركزي معايا، ضيوفك تقابليهم في شقتك في الريسبشن مش في التدريب. ضيوف ضيوف ايه يا مايسترو؟ ده احنا اللي ضيوف عندها. دي بقى اللي خبطت شاهندة المقلب اللي هو بور. شاهندة شاهندة مسكينة، ده التالت قوتنا. كانت يا اخويا كانت. الله، هي ماتت؟ ورد، that's your name؟ yes. هو انت اللي عملت امبارح مشاكل في شيطانة؟ لا، سميها وقفة احتجاجية بس. وكمان لذيذة ودم خفيف. زعلش مني يا ورد لو قلت لك انك قليلة شوية؟ لو على الحجم يعني كان زمان الفيل بقى هو ملك الغاب. صغيرة ولكن واعرة. اجتهادي عطت الشاهندة امبارح قتلات يا العصام. دي الملكة يا حبة عيني، ملوحة من ساعتها. يا نصيبتي، لا تكون دي يا حبيبتي جابت الشاسيه. اه والله دي حدفت امبارح على المسرح حدفة واتفت على جنبها. برافو برافو على راسة امبارح طبعا. طب ما تيجي تفرجينا عملت ايه امبارح؟ لا انا ما اعرفش اعيده، يعني انا عملته كده. ممكن اعمل واحدة جديدة. وريني فرجيني. ده يوسف ابني. ازيك يا يوسف؟ انت راقص بالي مش كده؟ اه. حضرتك عرفت منين؟ يعني عرفت من حاجات كتير. وين حضرتك لازم تبطل تقول لحضرتي حضرتك. اوكي؟ يلا يا بنات نرقص. انت عارفة ان ماما مش هنا؟ لا انا جاي اقعد مع ميحة ومعاك. تعالي يا منى. انا ازيك حبيبتي؟ ازيك. يلا بنات اطلعوا نام. باي. شفتي منى صاحبتك عاملة فيا ايه؟ وانتي كمان جاية زي بالليل كده، احنا ناقصين. يتباع مننا اتنين بدل واحدة. يا ميح، احنا ما بندعش. احنا خلاص فهمنا. ستات مصر أرجل من الرجالة. بشهادة الرجالة نفسهم بقى. ممكن ما تقلقيش. مش قادرة. انتي ناسية كانت بتعمل فيكوا ايه؟ الهانم دي اختفت كام مرة؟ انتي لسه فاكرة. فاكرة الهانم أول مرة اختفت فيها كان عندك 12 سنة. اتسحبت من ورانا وخرجت وخدت حصان وركبته. ما خافتش منه رغم ان عمرها ما ركبت حصان قبل كده، ودي كانت اول مره. آسيا كانت عايشه في عالم تاني لوحدها. وبعد ما قلبنا الدنيا وسليم نزل يدور عليها في المزرعة زي المجنون، لقيناها نايمة وسط الزرع. كنت هاكلها بسناني لولا أبوها حشني عنها. كانت مني حلوة، الله يرحمه كانت روحه فيها. هو كمان لما مات الموتة دي حتة من آسيا ماتت. أيوة يا أم. ايه يا حبيبي، وحشتنا كده برضو؟ اكيد يعني لو وصلت او عرفت اي اخبار هبلغك على طول. السلام عليكم. يا حبيبي
يا حبيبي انا عايز اطمن عليك انت، انت كويس؟ يعني ده سؤال تساله لي؟ يعني سليم واسد ضايعين وتفتكر ان انا كويس؟ انت غريبه قوي. بعد الشر على السؤال يا حبيبي، ان شاء الله خير. بص بقول لك ايه، انا مش ناقص. اقفلي ولما اوصل بيتي ابقى اكلمك. الهي ربنا يوقف شركات الموبايلات دي، علشان كده انا بقى بفضل الارضي. يا سلام، بقى انت بتحبي الارضي. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله، والا كنا شحتنا كلنا ومشينا في الشارع نقول عشان عليك يا رب. شوفي بقى يا ست صفيه، احنا لو ما كناش هنقدر نساعد ابننا فعلى الاقل ما نبقاش عبء عليه. عارفه ابننا ده لولا ان هو انسان متربي ومؤدب ما كانش رد على تليفونك من اصله. انا ست احساسي ما بيخيبش، كان دايما عندي شعور ان في حاجه غلط. نعم. احساسك ايه ما بيخيبش؟ بقى بعد 12 سنه من جواز ناجح واسره بسم الله ما شاء الله زي الفل، جايه تقولي لي احساسك ما بيخيبش؟ طب قول لي بقى يا سياده المستشاره، تفسيرك ايه للغز ده؟ شوف يا ستي، انا ماليش في مساله الاحاسيس دي، انا راجل بتاع قانون. انما بقى لو عايزه تفسيري، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بقول لك ايه، ما توجعيش دماغي، قومي يلا نطلع ننام وبعدين نصحى الصبح نروح، اهو على الاقل نقف جنبه والنهار له عينين. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فين يا أسر؟ ردي عليا كلميني، روحتي فين؟ أمك قلقانة عليكي قوي، كلنا قلقانين عليكي وعلى سليم. خدتي سليم وروحتي فين يا أسر؟ كوني عملتيها وسبتينا. ارجعي يا ام سليم، ارجعي. انا متأكدة ان انت هترجعي. منى جت يا معلم ولا ايه؟ عربيتها دي؟ اه عرفتها انا من بدج حزب مصر الحريه اللي هي بتحطه ده. شكلها هتحلو وهتحلو قوي. البس بقى يا عمنا. انت حبيتها؟ انا؟ امال يعني انا؟ اكيد حبيت طبعا، هسيبك لوحدك مثلا يعني. انا كده كده كلمت السواق عشان يجيب العربيه التانيه بكره، عشان لو انت حبيت تتحرك تبقى براحتك. اعمل انت اللي يريحك، انا اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي السرير، عاوز اطلع انام واصحى بعد بكره مثلا. يلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الطريق كان كويس؟ عمري ما حبيته. طريق الفيوم يعني. حاسة إن هو هيقتلني في يوم من الأيام. اللي أعرفه يعني إنك ما بتحبيش تسوقي على طريق سفر بالليل. ده لو أنا فاكر كويس. أنت آسف. مش يمكن كنا عاملين عليك فيلم عشان انا ونيجي نتوى في حته؟ فاكر قبل ما نتجوز يعني؟ طلعت بيتك احسن. لا هدور عليها. ارجعي بدل ما نقعد ندور على اتنين كده يبقوا تلاته. انت نسيت سليم؟ المهم انت ازيك؟
أنا كويس الحمد لله. في أخبار؟ مفيش ليها أي أثر. الصحراء ملهاش نهاية. بإذن الله خير. أنا مش متشائمة. عارفة بنات بتقلهم إيه ولا لأ؟ بناتك أذكياء. ما يضحكش عليهم. روحي ريحي يا منى. تصبح على خير. بنتي فين يا راجل؟ أرجوك وطي صوتك، البنات ما يعرفوش أي حاجة. بقول لك آسيا فين؟ أنا سلمتها لك وقلت لك إنها أمانة في رقبتك وقلت لك حافظ عليها، هي مش بتعرف تحافظ على نفسها. وسليم، سليم فين؟ سميحة أنا بعدت أجيبك هنا عشان أنت ست قوية. لازم تقفي جنبي أنا والبنات. ما ينفعش يشوفوكي وأنت عاملة كده. ما ينفعش نكذب عليهم، لازم يعرفوا الحقيقة. هما جزء من كل موضوع. وحتى لو حاولنا نكذب عليهم مش هنعرف. أنا أقول لهم الحقيقة بس لما يكون في حقيقة أقولها لهم أصلاً. أنا ما ينفعش أبوظ لهم حياتهم عشان شوية معلومات إحنا لسه مش متأكدين منها. كل حاجة هتحصل في وقتها. هيعرفوا في الوقت المناسب. دلوقتي أحسن خليهم فاكرين زي ما أنا قلت لهم. المهم دلوقتي لازم يرجعوا القاهرة قبل ما المعمل الجنائي يجي يفحص الفيلا. معمل الجنائي يفحص الفيلا؟ ليه؟ معرفش. هم قالوا ان ده لازم يحصل. انا مش همشي من هنا قبل ما بنتي ترجع. حبيبتي انا ما قلتلكيش تمشي. انا خليهم يرجعوا القاهره مع ابويا وامي. هناك هيبقى احسن. انت فكرت في كل حاجه. هم عايزين افكر في ايه يعني؟ في العينين بتوعي. المهم دلوقتي البنات ما يعرفوش اي حاجه غير لما نتفق انا وانت نقول لهم ايه. صباح الخير. انتي فين يا آسيا؟ أول مرة قلبي ما يحسش انتي فين. حلوه وانت مخضوضه يا بيبي. مش هتبطلي تتكلمي تاني يا بنت. ايه؟ خلاص. صدقي مش مصدقك. لسانك ده لازم يتقطع.
خلاص 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 مش مصدقك. طب ما تسالك يا شهين. خلاص خلاص. طب تعالي صوتك شويه يا بيبي. ليه يا حبيبتي؟ بصوا يا شباب، عايزين نتاكد من اسمها في كشوفات المطار. لو الست دي طلعت سافرت، ده معناه الموضوع ده خلص واحنا استريحنا للابد. اداره مباحث الجوازات وعدوا ان هم هيردوا علينا في اسرع وقت. طيب انت سالت جوزها اذا كان باسبورها موجود ولا لا؟ انا ورا الموضوع يا سياده العميد، ما تقلقش. ورا الموضوع يعني ايه؟ انا ما خلصتوش؟ ما انت رايح جاي يا سيف تلعب على العجله. ليه ما فيش حاجه بتتعمل يعني؟ مش فاهم. عندنا المره دي ما تقلقش. وانت عملت ايه طيب؟ في ايه يا ريس؟ في ايه؟ في ايه انتوا الجوز؟ يا حلاوتكوا في القضية دي بتاعت اخفاء الست وابنها. أقول لكم حاجة؟ أنا عندي اقتراح جميل جدا. احنا بقى نسلم القضية دي للبوليس عشان احنا مش قادرين عليها، ايه رأيكم؟ حد بقى يعبرني؟ وحضرتك بتتكلم يا ريس، مقاطعك يعني؟ مش في أدمية يا سعادتك؟ أنت فطرت يا سيادة العميد؟ لا لسه. قوم يا ابني نروح. اترزع أنت وهو. ماشي. بتزوق. طيب. طب ليه ما فيش حد فيكم فكر ان الست دي ممكن تكون طفشت من نفسها؟ طقت من جوزها، مخها ضرب. ما هو المخ لما بيضرب اليومين دول ما حدش بيفهم له اي حاجه خالص. انا ما اظنش ان شخصيتها كده خالص، احساسي بيقول ان الست دي جدعه جدا مش جبانه، وكان عادي جدا ممكن تسيب عيالها لو عايزه او تهرب بره البلد، بس هي قاعده. ايه اللي هيخليها قاعده ومعاها عربيه ممكن تتمسك في اي لحظه في كمين ولا ايه؟ بس احنا مش متاكدين جوزها وصلها الحاله شكلها ايه يعني. وبعدين ما تنساش ان ابنها سليم اختفى في نفس اليوم. ده ابنها المفضل عندها، على اعتبار بس البنتين يعني مرتبطين بابوهم. ممكن تكون اعتبرت ان دي قسمه عدل مثلا. وممكن ما فيش اي حاجه من دي حصلت، ولا في اي حاجه مترتبه، فتكون خدت العربيه على اعتبار انها تسيبها في القاهره. كل شيء وارد، انا معاك في دي. طيب على العموم انا جعان، ممكن بقى نروح نفطر؟ قصدك انا هفطر. انتوا هتروحوا تشتغلوا. خلاص تمام. اتفضلوا. عايز حاجه؟ لا مش عايز حاجة، اتفضلوا. خلي ولاد ما يساس زيتون. ها حاضر يا ولد. يخرب ولادكم الصبح. صباح يا بيه. خلاص. لا 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 عايز حضرتك على الجنب. لا ضفري ضفري ميت لا لا يا يا بابا صلي كده ليه؟ معجب بيا؟ لا ما حضرتك ما ردتش عليا. اقول ايه اللي زبط على الباب بره؟ روح افتح الدور اللي هناك ده هتلاقي اتنين بلطوف، خد له واحده واديها له في جمجمته، موته فجره. يلا مستني ايه؟ امال انت جبان صحيح؟ عجوز وجبان، خايف من ايه؟ خايف من ايه يا روحي؟ خايف للاستثمارات بتاعتك تضيع؟ ولا يوزوا عليك بتوع مبيعات؟ يلا طب اسمعني، هو قلت لي بيشتغل ايه؟ طيار ولا مهندس؟ ظابط. يبقى ما جابش مجموعه. يلا يلا يا سيدي. وانتي اتفضل يا حبيبتي. يلا كفايه كفايه يا حلوه. ميرسي ميرسي. يلا يا ابني اتفضل حضرتك. لا 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 يا سلام.
اهلا بالبوليس. اهلا يا شرطه. في ايه يا شرطه؟ طلعت من جهنتين هتلبسوني التالته مش كده؟ لا يا فندم مش محتاجين، اتكفل انت بس بالاتنين اللي فاتوا ونبقى تمام، بدل ما هم ضد مجهول. انتوا مش عايزين تشتغلوا، ما هو عايزين تلبسوا حالي. لا ها؟ تلبسوا حالي. الأخيرة تقريبا كانت من 4 سنين وما اتحلتش. أدفع أنا الثمن. لا أدفع أنا الثمن عشان خاطر عيونكوا، عشان خاطر النياشين بتاعتكوا، وتلبسوني نجوم. ما تشتغلوا، ما تشتغلوا يا أخي. ها؟ إلا لما شالوا بيكوا العصيان وشالوا بيكوا الكرابيك، خلاص بقيت نو واي. خلاص اتشليتوا، اتشليتوا وش. عموما هي وجهات نظر. في وجهة نظر تانية بتقول إن أنت لو راجل وجيه وأمثل وما تعبتش في الفلوس ومعاك أتعاب مأمون أبو شفة المحامي، كان ممكن تاخد براءة. عارف يا مونبيك، عندنا في الصعيد يقول لك إيه؟ لو معاك ديته اقتله. عارف ديته دي اللي هي ايه؟ عروستي. عروستك 100,000 جنيه اتعاب ابو شفة. اوبا اوبا، الكلفتي خد مني الدبل. انا لما اشوفه هساله عم. الا صحيح، هي ايه التالتة اللي هنلبسها لك دي يا اكسلنس؟ يا صباح الفل. لا شفتك صحية طبعا، شفتك. بطلي استعباط بقى، بتصيري ولا ايه؟ ولا انت بتحبي تدلعي الصبح؟ فتحي يا ورده، قفلي يا ورده، افتحولي الباب ده، ايه الجاموسه يا ورده؟ بس بس جاموسه ايه يا فارس بس؟ طب اغني لك ايه؟ قومي قومي بقى، اصحي بقى، قومي ما تطلعيش عين امي على الصبح. اغني لك تاني؟ فتحي يا ورده، قفلي يا ورده. قومي، ده انا عامل لك حته كيكه هتاكلي صابعك وراها. بصي بصي، حاجه جامده اخر حاجه. ايه رايك؟ حطيت لك عليها قرنفل، وحطيت لك توت بري، ده غير موس شوكولاته، وشويه حنيه، ومعلقتين حب، وشويه عشق. عارفه؟ سويتها ازاي؟ ازاي؟ مش في الفرن طبعا. نفخت فيها بروحي، وسقيتها بدموعي، وسويتها على حرقه قلبي. الله، دي تبقى حلوة قوي يا فارس. يا عيون فارس، عارفة يا روحي؟ سريري وحشني قوي بجد. ما هو أنا يا سريرك، اختار. أنا لسه اختار. أنا اخترت القمر اللي نايم على كتفي. ما أنا عارفة. عارفة يا روحي؟ أنت نهايتك هتبقى عاملة زي شجرة الدر. ملكة؟ لا، بالقباب. طب اكلني، عايز اكل وانا مغمضه، دلعني. يا سلام، تتأمري. خلي بالك انا احب ادلعك جدا طبعا. تنامي وتغمضي عينك وتدوقي احلى كيكه عملها ابو الفوارس. انت الفارس بجد، وانت فيرجينيا جميله الجميلات. لا، أنا مش بس فيرجينيا، أنا ستات تانية كتير، ستات تعرفهم زمان وشفتهم دلوقتي، وستات لسه هتشوفهم قدام ما شفتش زيهم قبل كده. ستات شرانية بتقطع الرجالة وتحطهم في كيس، وستات طيبة على نياتهم، وستات تانية نكدية، وستات طيبين حنينين يحبوا الطبطبة. أنا كنت حاسس إن أنت ملبوسة. طب أكلني. أكلك أنت لوحدك ولا أنت والستات دي كلهم ولا إيه؟ خلاص أنا اللي هاكل، سيبني. أوعي أنت اللي تسيبيني، أوعي أصحى من النوم ملكيش. انت الحاجه النظيفه الوحيده في حياتي. هو انا اصلا موجوده في المكان ده يا فارس؟ مش يمكن تكون بتتخيلني؟ امسكني كده كويس.
موجودة؟ عافق؟ فاهم؟ طب أكل. أحلى حاجة اللي أنا مش فاهم حاجة وغالباً أنت مش فاهمة حاجة. بس إيه رأيك في الكيكة؟ تحفة. بس هو الأكيد إن أنت فاهم كل حاجة وأنا اللي مش فاهمة حاجة. تحفة تحفة. فأنا أدوق بقى. آسيا الفرس الجامحة ذات الدم الحر الأرتست. احنا شعب مجامل يا حبيبي، شعب مجامل في الحتة دي بالذات. انت عارف من صدق تحصل مصيبة نتحول إلى خلية نحل، ننهش في مصايب الناس، ننشر في مصايب الناس ونفضحهم. ده بدل ما نساعدهم. لا في دي عندك حق. معلش يا باشا، مش كل الناس في تقوتك وورعك. تقوتك وورعك؟ انت بتشوف قناة 25؟ اكيد لا. ولا انا. لكن حلوة تحت الحزام. أنا أعترف. يا ريت تعترف. طيب دلوقتي الست دي وجوزها كانوا عندك في الحفلة الصباحي اللي أنت كنت عاملها، مش كده؟ دي مش ست، دي ست الناس يا أستاذ. دي بنتي، بنتي اللي أنا اخترتها. دي حبيبتي آسيا، حبيبتي وأمها، ست سميحة، ست فاضلة حبيبتي. وأبوهم الله يرحمه كان برنس، برنس عيلة متأصلة ثقافة وتعليم وحضارة و... انت عايزني أقولك ايه تاني؟ يعني كانوا عاملين ازاي مع بعض؟ كويسين؟ متخانقين؟ حصل بينهم اي حاجه غريبه في الحفله؟ كان شكلهم متجوزين. عارف اللي شكلهم متجوزين بيبقى مكتوب على قرعتهم احنا متجوزين متجوزين. خليل بيه مش ممكن، انت شربات. بيبقى مكتوب ايه بقى بالظبط؟ انه اتحط عليهم، انه خدوا خازوق حياتهم. ان طيب يا باشا انا محتاج تفاصيل. الكلام ده كله بالنسبه لي هاري ما ياكلش. ما ينفعش يا عطعط. نعم. يا حبيبي انت فاكر ايه؟ ها؟ ان صاحب الحفله ده لازم يدقق في تصرفات الناس، يراقب تصرفات الناس؟ ها؟ صاحب الحفلة ده زي الدينم، زي الفراشة الخفيفة اللي تلاقيه نوبة هنا نوبة هنا نوبة هنا، ينزل بتحت يطلع من فوق. ده صاحب الحفلة. مسيو خليل شكلك هتفرهدني. أرجوك هاتلي من الآخر. أروح أقول لجليل بإيه؟ قال لي إنه فراشة؟ هو ده تمامك؟ تمام يا أستاذ. أنت مش قد ولا كرومبو المفتش بتاعك. فاهم؟ انت حظك انك وقعت في واحد حفلانجي زي خليل المنسترلي. فاضي فاضيها بقى، فاضيلها. شغلته الناس، ها؟ انه يركز على الناس يا استاذ وعلى البشر. لاني فنان. تاخد واحد سك معايا؟ ها؟ ما بشربش في الشغل. هفسحك في شرم الشيخ حتة حتة. ماشي. تحب نبتدي منين؟ أي حتة. هو إيه اللي متغطي ده يا فارس؟ إيه؟ إيه ده؟ يا شيخة وقعتي قلبي في رجليا. افتكرت والله حد بالجدود صحي. جدود إيه وصحي إزاي؟ مش فاهمة. لا أبداً أبداً. ده يا ستي بقى عزي ما عملك. أقدم لك السهم النادي. إيه ده؟
طب يلا يلا. استني استني، ده بقاله كتير ما اشتغلش بعد مليان تراب. لا احنا نروح في العربيه النهارده نركبه بعدين. يلا يلا. طب خلاص انا ادور على حد اركب وراه. حد مين يا ورد؟ بقول لك ما فيهوش بنزين، يا دوب 2 لتر، انت عارف البنزين غالي ومش متوفر. احنا رايح في العربيه النهارده يلا. طب انت رجعتني ليه الخطوتين دول؟ ما انا اروح اجيب حد اصلا. لا هروح معاك لحظه واحده. طب يلا هات المفتاح بقى ويلا. ايه ده؟ سكي. لا دي تلبسها انت، انا عايز اركب كده والهواء يقعد يضرب في وشي وشعري. يلا. ولما نقع تبقى قتلتني المره دي بجد. يلا ناويه انت يا ورد. يلا حبيبي. عشان تسمعيني، انت فعلا كنت هتتكلم مع اي حد ما تعرفوش؟ عيب يا برنس. عيب يا برنس؟ انت مش شغاليني ها؟ لا لا، لو كنت سبتني امشي كان زمانك انت عرفت وانا كمان عرفت. بقالك ساعة عمال تسخن، يلا بقى اطير. اطير ايه يا حبيبتي؟ بقول لك 2 لتر، يعني يا دوب لفة صغيرة. لا مفيش لفة، ال 2 لتر دول يوصلونا لأقرب بنزينة، وبعد كده نقضي اليوم بيها. يلا يا فارس وانا. للدرجة دي الدنيا بتغير وتفهم.